الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت غرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الجيش المصري استطاع أن يكسر حاجز الخوف وغياب الثقة وفارق القوة الضخمة خلال حرب أكتوبر 1973. وخلال جلسة نقاشية ضمن الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة الذكرى 50 لنصر أكتوبر المجيد، شدد الرئيس السيسي على أن الجيش المصري حقق النصر بالإرادة رغم الموازين القوى العالمية، لا سيما الصراع بين القوى العظمى في العالم وقتها. ووجه الرئيس السيسي بتقديم المزيد من الأعمال الوثائقية لرفع وعي الشباب والأمة عن انتصارات حرب أكتوبر المجيدة. قام المرشح الرئاسي المحتمل عبد الفتاح السيسي بتحرير توكيل للمستشار محمود فوزي ليتولى أولى خطوات حملته الانتخابية. وكلف الرئيس السيسي المستشار محمود فوزي برئاسة حملته الانتخابية في انتخابات رئاسة الجمهورية لعام 2024 وأن يكون ممثله القانوني بها. تبدأ الهيئة الوطنية للانتخابات اعتبارا من اليوم تلقي طلبات الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية 2024 ولمدة 10 أيام. كانت الهيئة قد أعلنت التشكيل الجديد لمجلس إدارتها برئاسة المستشار حازم بدوي نائب رئيس محكمة النقد، وذلك بعد صدور القرار الجمهوري بتعيين 5 من المستشارين لعضوية المجلس. وأوضحت الهيئة أن الدستور وقانون إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات قد حدد تشكيل مجلس إدارة الهيئة بأن يتضمن 10 من المستشارين ينتدبون ندبا كليا من الجهات والهيئات القضائية بالتساوي من بين نواب رئيس محكمة النقد ورؤساء محاكم الاستئناف ونواب رئيس مجلس الدولة ونواب رئيس هيئة القضايا الدولة ونواب رئيس هيئة النيابة الإدارية. أصدر مجلس النواب الليبي قانون انتخاب رئيس الدولة وقانون انتخاب مجلس الأمة وفقا للتعديل الدستوري 13 ووفقا لما أقرته لجنة 6+6. كما وجه رئيس مجلس النواب عقيل صالح بإحالة القانونين وتسليمهما للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات. أعلنت وزارة الخارجية البريطانية أن موسكو تعتزم استهداف سفن مدنية في البحر الأسود بألغام بحرية من أجل منع تصدير الحبوب الأوكرانية عبر هذا الممر الحيوي. وفي بيان لها قالت الخارجية البريطانية إن معلومات استخباراتية تشير إلى أن روسيا تسعى لاستهداف سفن مدنية تستخدم الممر الإنساني في أوكرانيا من أجل تعطيل تصدير الحبوب الأوكرانية. وأضافت أن موسكو سترغب حتما في تجنب إغراق سفن مدنية على وستتهم كذبا أوكرانيا بالوقوف خلف أي هجوم على حد تعبيرها. قال مسؤولون عسكريون أوكرانيون إن القوات الأوكرانية تحرز بعض التقدم جنوبا في إطار هجومها المضاد والصعب لاستعادة مناطق سيطرت عليها روسيا. وأضاف المسؤولون أن قوات كييف تقاوم المحاولات الروسية لمحو المكاسب التي حققتها على الجبهة الشرقية منذ أن أطلقت الهجوم المضاد في يونيو الماضي. من ناحية أخرى، كشفت مصادر حكومية في برلين أن ألمانيا لم ترفض رسميا الطلب الأوكراني للحصول على صواريخ كروز من طراز توروس، لكنها أعلنت أنها لن تقدم الصواريخ المطلوبة في المستقبل المنظور. أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه سيلقي قريبا خطابا هاما بشأن أهمية دعم أوكرانيا. وقال بايدن إن من مصلحة الولايات المتحدة وحلفائها الاستمرار في دعم أوكرانيا، مؤكدا أن واشنطن لديها وسائل أخرى يمكن استخدامها لدعم أوكرانيا وأن الغالبية العظمى من أعضاء الكونغرس ما زالوا يدعمون كييف. سجلت جزيرة صغيرة تابعة لتايوان رياحا عاتية غير مسبوقة من ناحية السرعة بسبب الإعصار كوينو. وقالت هيئة الأرصاد الجوية التايوانية أنه تم تسجيل سرعة رياح قصوى بلغت 95.2 مترا في الثانية في جزيرة أوركيد، وهو رقم قياسي جديد لتايوان.